حدث الخبر المهم، الخبر ربما اللي يستحق قراءة كبيرة ياسر وقراءة في التفاصيل، هو أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن من ساعة ونص تقريبا تعيين لجنة تسوية لقيادة الجامعة التونسية لكرة القدم. خلينا نبدأ بالبيان، البيان اللي جاء فيه حرفيا بناء على المادة 8 الفقرة 2 من نظام الفيفا الأساسي، قرر مكتب مجلس الفيفا تعيين لجنتي تسوية في الجامعة التونسية لكرة القدم. موضوع آخر بطبيعة ما يهمناش هو جامعة المالديف لكرة القدم، يعني نفس الوضعية متشابهة بين تونس والمالديف. يهمنا إذن الملف التونسي فيما يتعلق بحال تونس. الفيفا تقول أتى هذا القرار إثر مشاورات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهدف توفير سبل أو سبيل لإخراج الجامعة التونسية لكرة القدم من أزمتها الحالية ومراجعة نظامها الأساسي ولوائحها الانتخابية بما يتماشى مع إطارها التنظيمي الجديد. يذكر أن المهلة الزمنية اللي تطلع خلالها لجنة التسوية بعملها فيما يتعلق بالجامعة التونسية لكرة القدم تنتهي فور استكمال مهامها وبتاريخ أقصاه 31 جانفي من سنة 2025. وفيما يتعلق بطبيعة بحالة المالديف، هذا كما قلنا الموضوع ما يهمناش ولو أنه نفس الحالة، وفي كلتا الحالتين تقول الفيفا ستكون لجنة التسوية هذه تتكون من عدد مناسب من الأعضاء اللي باش يتم تعيينهم بشكل مشترك بين الفيفا والاتحاد القاري المعني. لهنا طبعا عديد من التساؤلات على دور الكاف في تعيين اللجنة، وتماشيا مع لوائح الحوكمة المعمول بها لدى الفيفا سيخضع كافة الأعضاء لفحص أهلية تجريه طبعا لجنة المراجعة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم. برشا مصطلحات ربما صعيبة، الموضوع الكل لأول مرة يحدث في تونس، هذاك علاش موجود معنا لقراءة قانونية إن شاء الله جينا بالتفاصيل خبير القانون الرياضي الأستاذ أنيس بن ميم. هذا موجود معنا الأستاذ، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك مادي، أهلا وسهلا بكل متابعيك لإذاعة الوطنية. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك على قبول الدعوة. أستاذ، قراءة أولى في هذا البيان ما نعرفش هل أنه مفاجئ أو تفاصيله فيها بعض المفاجآت؟ لا، هو الحقيقة مفاجئ، ما يجبش يكون مفاجئ لأنه هو منتظر الفيفا باش تاخذ قرار، والقرار كان متراوح بين التمديد المكتب الجامعي هذا والتعيين هيئة تسييرية، وكانت كل المؤشرات توحي بتعيين هيئة تسييرية، خاطر سمعنا فما مشاورات وفما اتصالات مع عديد الشخصيات الرياضية في تونس. معناتها بالنسبة للكواليس وما يروج منذ 11 ماي انه الفيفا كان عنده معناتها ديسوسي على مسألة الشروط الانتخابية وسقاط القوائم وغيرها، فكانت تبحث عن اتجاه حل لأجل عقد ضمان عقد جلسة عامة تصفر على صعود قائمة تتولى مع تسيير المكتب الجامعي الفترة النيابية الجاية. وبالتالي مع تخذيت الوقت من 11 جانفي من 11 ماي إلى حدود آخر جويلة تقريبا شهرين باش شافت الوضعية والملف كامل، وتورت آيات أنها تعين هيئة تسييرية تتولى من ناحية تعديل القانون الانتخابي، تعديل القوانين الأساسية المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات المكتب الجامعي، وتكون المهام نتاع الهيئة دي تقريبا على حوالي امتداد 6 أشهر إلى حدود نهاية جانفي 2025 حتى تضمن أنه المناخ الانتخابي يهيئ إلى ضرورة صعود قائمة انتخابية بعد إجراء الانتخابات وفق القانون الأساسي الجديد مع تعديل المجلة الانتخابية. يعني طبعا باش تصير جلسة عامة تنقيحية لبعض الفصول، جلسة عامة خارقة العادة، معناها هذه أولى المهام متاع اللجنة. أي بالضبط، المهام باش تكون هي تعديل القانون الانتخابي، تعديل القوانين الأساسية بجلسة عامة خارقة العادة، بعدها بطبيعة الحال باش يتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية وحددت المهام كأجل نهائي 31 جانفي لإجراء الانتخابات. أستاذ أنيس بن ميم مذكر موجود معنا خبير القانون الرياضي. أستاذ، حبيت نسلك على موضوع زادة مهم، شكون يكون اللجنة؟ احنا في تونس يعني خذينا المعلومة أنه وزارة الشباب والرياضة تنسق مع لجان الفيفا من أجل تكوين هذه اللجنة، لكن تفاجأنا أنه الاتحاد الدولي معناه يحشر طرفين فقط في البيان في مسألة تكوين اللجنة، يقول لك الفيفا والاتحاد القاري المعني الكاف. هو الحقيقة اللي يفكر في حاجة غير هذه تقريبا كأنه ما يفهمش الفيفا وما يعرفش الفيفا. الفيفا ممكن تأخذ بعين الاعتبار مقترحات، لكن تسمية اللجنة
يكون بطرف من الفيفا بطبيعة الحال كهيكل هيكل دولي، ثم الاستعانة بالهيكل القاري لأنه تونس تنتمي إلى الاتحاد الأفريقي في اقتراح الأسماء اللي ممكن يكون عندها وزن رياضي وزن وإشعاع اجتماعي، حتى تضمن أنه الهيئة دي تكون بطبيعة الحال تعمل بصورة مستقلة وتضمن أنها تكون مستقلة على كل الأطراف وفقط تنجز المهام نتاعها بالنحو اللي تطلبوا من الفيفا حسب خارج الطريق اللي محطوط في ذلك. عنا ضمان يؤكد أنه اللجنة ستتكون من تونسيين 100%؟ والله الحقيقة شوف ضمان هو أولا وضع تونس والثقة الرياضية تاع تونس، وأيضا وجود شخصيات رياضية كبيرة في على ما في الهياكل سواء الدولية ولا القارية ولا حتى على المستوى الرياضي والإشعاع الرياضي سواء التونسي المحلي ولا الدولي، لأن خطر اللجنة مش يكون فيها 50 أو 30 عضو أو 100 عضو، مش يكونوا فيها تقريبا 3 أو 5 أعضاء، 5 أعضاء تقريبا بطبيعة الحال. هذوما ما نتصورش أنه تونس ما خلقتش 5 أعضاء اللي نجم يكونوا يتولوا مهام تسيير الجامعة التونسية لكرة القدم لفترة ما تتعدى 6 شهور. بآخر أستاذ، آخر سؤال أستاذ أنيس بالميم، بالنسبة للموضوع المطروح توا الناس قاعدة تسأل، هل أنه اللجنة هذه قادرة وإلا عندها صلاحية أنه تلغي كل القرارات اللي خذاهم مكتب وصف جليل في المدة التسييرية ولا لا؟ ناس تسأل على عقود فوزي بن زرتي، مهدي النفطي، تركيبة الإطار الفني، ناس تسأل على نظام البطولة اللي تم تغييره في نهاية الموسم، هل ستتأثر بعض الأندية؟ ظهر لي هذا ما عندوش دخله. لا الحقيقة هو البلاغ الفيفا واضح أن الهيئة التسييرية ستتولى المهام من يوم تسميتها ومنح صلاحيات للتسيير، ايضا مهامها محدده بطبيعه الحال بخلاف التسيير اليومي للجامعه التونسيه لكره القدم، تنظيم معناتها تنقيح القوانين الاساسيه وتنقيح القانون الانتخابي للجامعه التونسيه لكره القدم بعد تنظيم الانتخابات، وبالتالي ليس لها الحق في الرجوع في القرارات اللي صدرها المكتب الجامعي لانه القرارات تعتبر شرعيه. صحيحه غالطه باهيه خايبه ماهوش مهم، لكن القرارات الشرعيه في ظل انه المكتب الجامعي انجزها واتخذها في اطار المهام بتاعه في الفتره اللي هو مخول له تسيير الدولي بالجامعه التونسيه لكره القدم.